الحقيقة أنه كل يوم في جديد عن فيروس كورونا وعن متحورات فيروس كورونا، وكان من أول ما الحمد لله العالم توصل للقاحات كان مهتم أكتر بيمكن أصحاب الأمراض المزمنة وأيضا الكوادر والأطقم الطبية عشان الفيرولود أو الضغط، ضغط العدوى يعني. لكن في بحث حقيقة مؤخرا ظهر كشف مهم جدا، الكشف ده بيقول أنه كورونا ممكن يدمر المشيمة ويؤدي إلى ولادة جنين ميت والعياذ بالله عند السيدات المصابين أو المصابات بكورونا. عشان كده التطعيم أو اللقاح، تاني خلينا نأكد على المعلومة دي، التطعيم أو اللقاح بيساعد في الحفاظ على صحة المرأة الحامل وسلامة الجنين، لأنه كان في تخوفات وكان في تساؤلات هل المرأة الحامل تقدر تاخد اللقاح ولا لا. خلينا نتكلم في الموضوع ده أكتر مع دكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق وأستاذ مساعد النساء والتوليد بقصر العيني، معانا في صباح الخير من خلال زوم. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير. ازيك يا دكتور؟ يعني دايما نورنا في صباح الخير يا مصر. ويمكن هبدأ معاك بالسؤال الأهم، هل في خطورة على الجنين أو الأم من اللقاحات، ولا اللقاحات خلينا نقول إن هي يمكن أن تعطى للحوامل؟ خلينا نراجع كل الكلام دلوقتي اللي بيطلع من مثلا الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد. قسموا السيدات إلى ثلاث مجموعات، سيدة حامل، سيدة بترضع، سيدة بتخطط للحمل. قالوا إن السيدة الحامل لازم تاخد التطعيم، بس امتى؟ احنا نقول الحمل رحلة 9 شهور، اول 3 شهور بنقول ان احنا ما بنحبش ناخد اي ادويه، يعني بصفه عامه الست في فتره الحمل اول 3 شهور دي فتره تكوين الجنين، بالتالي ما بنحبش ناخد اي ادويه، لا دواء ولا تطعيم. طب بعد اول 3 شهور امان ان هي تاخد الحمل، يعني سواء في الشهر الرابع الخامس السادس لغايه بعد كده امان ان هي تاخد. طب هي هتستفيد ايه لما تاخد التطعيم اثناء الحمل؟ اول حاجه هي بتحمي نفسها من الاصابه بفيروس كورونا. تاني حاجه هتقلل شده المرض، يعني لو جالها كورونا هتبقى من النوع الخفيف، يعني بدل ما هي تضطر تروح المستشفى وتتحجز هناك ويبقى المرض من النوع الشديد، لا هيخلي الاصابه بدرجه خفيفه ويبقى العلاج في البيت. طب هيقلل كمان احتماليه الولاده المبكره، ان وجدوا ان الست لما بيجي لها فيروس كورونا والمرض بيبقى شديد ده بيزود فرص الولاده المبكره. يعني ايه ولاده مبكره؟ يعني شهر السيده تولد في الشهر السابع والثامن. وجدوا ان في كتير من حالات الوفيات الاطفال حصلت للسيدات كانوا مصابات لكورونا، يمكن هو مش من الكورونا على قد ما هو من الولاده المبكره، ست بتولد طفل في الشهر السابع، الطفل ده رئته غير مكتمله فبيخش الحضانه وممكن ما يكملش. فيبقى احنا قولا واحدا السيده الحامل، معلش دكتور بس عشان افهم بس الموضوع ده والساده المشاهدين كمان يفهموا اكتر معايا، يعني حضرتك بتقول انه كورونا ممكن تؤدي للولاده المبكره؟ طبعا بتزود احتماليه الولاده المبكره، يعني دي من اكثر المضاعفات اللي اتشافت لغايه دلوقتي، احتماليه الولاده المبكره اكثر من السيده العاديه، والولاده المبكره تساوي ان احنا هنقول الطفل اعضائه غير مكتمله، الرئه غير مكتمله، يعني الطفل اتولد في الشهر السابع او الثامن، هيحتاج يخش الحضانه، ممكن في الحضانه اصلا ما يكملش، فبالتالي احتماليه الوفاه بتعلى عشان ان الطفل بيبقى غير مكتمل. فيبقى المعلومه اللي عاوزين ناكد عليها، الست الحامل تاخد ولا ما تاخدش؟ تاخد، بس امتى؟ بعد اول 3 شهور من الحمل، يعني احنا قلنا الحمل رحله 9 شهور بنبعد عن اول 3 شهور. وجدوا كمان ان التطعيم ليه فايده للجنين نفسه، ان هو الاجسام المضاده اللي بتتكون دي بتعدي المشيمه توصل للطفل تعمل له حمايه، فالطفل ده نفسه لما يتولد يكون عنده لفتره وقايه وحمايه من الكورونا. يعني الست لما بتاخد التطعيم بتكون اجسام مضاده، الاجسام المضاده دي بتعدي المشيمه بتخش للطفل فتحميه. هي المشيمه دي اللي هي ايه؟ دي البوابه اللي بين الام والطفل، من خلالها بيعدي للطفل الغذاء، بيعدي الاكسجين، ولو في اجسام مضاده هتعدي وتدي له حمايه. طيب في حاله البحث او الدراسه اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي يا دكتور، هل وفاه الطفل بتكون ناتجه عن تدمير المشيمه ام انه اللي بيصاب هو الاخر او بيحمل اصابه من والدته فبيتوفى متاثرا باصابته بفيروس كورونا؟ يعني دايما عاوزين ناكد ان احنا في الاخر بنتكلم على مرض جديد، مرض ما يمكن ما جابش 3 سنين، فكل شويه بنشوف ابحاث ونتائج بتطلع مختلفه. بس قد يكون من اكثر الدراسات اللي كانت بتتقال في الاول ان قد يكون ساعات بيحصل تجلط، خلي بالك اثناء الحمل احتماليه التجلط اثناء الحمل بتبقى اعلى، فوجدوا ان احنا في حالات كتير برضو ان احنا المشيمه دي في الاخر عباره عن اوعيه دمويه صغيره، ممكن لو حصل فيها تجلط
يبقى الدم اللي رايح للجنين هتوقف، فالجنين ممكن ان هو يتوفى يعني، فبالتالي ده بيدمر حتى نفسه المشيمه. فيمكن غالبيه ان تقول مثلا ان الفيروس هو اللي هيموت الطفل لغايه دلوقتي مش مؤكده، بس غالبيه الكلام هي بتتكلم عن اثر الفيروس على الاوعيه الدمويه، ان هو بيدمر المشيمه. وزي ما قلت لحضرتك المشيمه في الاخر هي البوابه اللي بتوصل الاكسجين والغذاء للطفل، فانت لو دمرت البوابه دي يبقى في احتماليه كبيره ان ممكن زي ما قلنا صحيح. الجنين يتوفى، او ان احنا قلنا احتماليه الولاده المبكره اعلى. ويمكن تعالى نراجع مع بعض، عاوزين دايما ناكد ان دي حرب ما بين الفيروس والجهاز المناعي. عاوز تتجنب الحرب تتجنب الفيروس، اول حاجه التطعيم، بس مش عاوزين ننسى الحته الثانيه التباعد الاجتماعي. يعني دايما بقول للست الحامل اقفلي الباب وافتحي الشباك، اقفلي الباب يعني ما تزوريش حد عيان لا في مستشفى ولا في عياده، ابعدي عن التجمعات والاماكن الزحمه لان مناعتك بيبقى فيها مشكله اثناء الحمل. افتحي الشباك يعني ايه؟ يعني دايما التهويه عشان يخش لك الهواء، افتحي الشباك عشان الشمس، عشان فيتامين د مهمه جدا. تاني نصيحه نقولها الاكل الصحي المتوازن اللي غني بالخضار والفاكهه والطبق سلطه والمشروبات. ثالث حاجه نقول لها ركزي على الاكل والشرب الغني بفيتامين سي وفيتامين دي. رابع حاجه نقول النوم لعدد ساعات كويسه. خامس حاجة نبعد عن التوتر النفسي والعصبي. سادس حاجة نبعد تماما عن التدخين. سابع حاجة نتناول المكملات الغذائية والفيتامينات أثناء الحمل، لأن دي مهمة جدا إن هي تخلي مناعة الست الحامل تكون أقوى. فيبقى إحنا هنقول تباعد اجتماعي زائد النصايح اللي تحافظ على مناعة الست الحامل، والنصيحة الأخيرة التطعيم التطعيم التطعيم. طيب دكتور عمرو، يمكن حضرتك كلمت إنه السيدات تحديدا في النقطة اللي بنتكلم فيها في الحمل مقسمة لثلاث أقسام، الحامل السيدة الحامل والسيدة اللي بترضع أو كمان اللي بتخطط للحمل. فحضرتك كلمت إنه اللقاح آمن بعد the first trimester أو يعني أول ثلاث شهور من الحمل آمن بعد كده. طيب بالنسبة للرضاعة وكمان بالنسبة للسيدة اللي بتخطط للحمل، خلينا نقول الست اللي بترضع برضو أمان. كان الأول الكلام كانوا يقولوا مثلا بلاش في أول ثلاث شهور أو أول ست شهور من الرضاعة. دلوقتي آخر كلام من الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد إن التطعيم آمن في أي وقت بعد الرضاعة. يعني لو الست والدة بعد شهر أو اتنين ينفع تاخد التطعيم. يبقى الأول كنا بنقول للستات ممكن نأجل نفسنا أول ثلاث شهور أو ست شهور، فيبقى دلوقتي ما بقاش فارق والدة من أقل من ست شهور أو والدة من أكتر من ست شهور، التطعيم مهم وفعال. ونفس الفكرة أثناء الحمل، الست اللي بترضع لما هتاخدي التطعيم هيتكون اجسام مضاده، الاجسام المضاده دي هتنزل في اللبن، الطفل بتاعك لما هياخد اللبن ده هو كده بقى عنده وقايه من الكورونا. طب المجموعه الثالثه ست بتخطط للحمل، الكلام برضو القديم اللي كان بيتاول كنا بنقول للناس هنصبر ممكن ست شهور او سنه قبل ما نفكر في الحمل، دلوقتي برضو اتقال ان مش محتاجين اي مده زمنيه ما بين التطعيم والحمل. يعني لو ست بتخطط للحمل خلال شهر شهرين او خلال ثلاث شهور مش محتاجه ان هي تكون بعيده عن التطعيم، بالعكس هي ينفع ان هي تطعم وان هي تحمل. فيبقى لو عاوزين نلخص مع بعض الكلام، لو هي بترضع امن ان هي تاخد التطعيم سواء الطفل اقل من ست شهور او اكتر من ست شهور، لو بتخططي للحمل امن انك تاخدي التطعيم ومش محتاجه انك تصبري فتره قبل ما ان انت تحملي، ولو ست حامل امن ان هي تاخد التطعيم بس بعد اول ثلاث شهور. عظيم. طيب هل الموضوع بتاع تدمير المشيمه ده ليه علاقه بمتحور معين؟ وبرضه عشان الناس ما تخافش قوي، هل كل سيده حامل معرضه لحاجه زي دي لو اصيبت بفيروس كورونا؟ لا يعني نطمن الناس ان احنا يعني نشوف في غالبيه الادوار اللي موجوده نقول بدايه من الاعراض. هي تحولت الى قد تكون الى اعراض اقرب منها لدور البرد. يعني مثلا احتقان في الزور، ممكن كحه، ممكن عطس، ممكن يبقى في شويه ارتفاع في درجه الحراره، ممكن يبقى في تكسير في الجسم. عشان كده دايما بقول لاي ست حامل ابعدي عن اي حد عيان. يعني مثلا لو واحده جارتك ولا قريبتك ولا حد يكون عيان او تقولي ان ده دور برد عادي، لا ما بقاش في حاجه اسمها دور برد عادي. لو حد عنده دور برد عادي استخبي منه يعني. ودايما لما نيجي نتعامل مع الناس نكون لابسين ماسكين، فنقول الاعراض نفسها هي كانها دور برد. واحنا نطمن السيدات ان احنا لما هنمشي على الارشادات ونحافظ على الجهاز المناعي والاكل المظبوط والشرب المظبوط، وان احنا نحاول نبعد عن التوتر النفسي والعصبي ونبعد عن التدخين، وتتاكد ان ما عندهاش انيميا، وتتاكد ان ما عندهاش نقص في فيتامين د، الحاجات دي كلها هتخلي جهازها المناعي يشتغل بفعاليه، فتقدر ان هي الدور يبقى بسيط وخلال ايام
ان هي تقدر تخف منه. طيب دكتور عمرو، يعني طبعا احنا بنأكد على اهميه تناول اللقاح، وبنأكد طبعا على اهميه الاجراءات الاحترازيه، وزي ما حضرتك قلت يعني المناعه ليها دور رئيسي الحقيقه في حربنا ضد فيروس كورونا. بس مش عايزين يمكن نوتر بس السيدات الحوامل، ان كان السيدات اللي في مرحله الرضاعه او حتى بتخطط، او زي ما حضرتك قلت الحوامل، لانه ده بيضعف كمان المناعه. فخلينا واحده واحده كده، لو سيده حامل او سيده في مرحله الرضاعه واصيبت بكورونا، ايه اللي المفروض يحصل؟ وبعد التعافي ايه اللي المفروض يحصل؟ لان احنا بقالنا فتره بنسمع كمان عن متلازمه ما بعد كورونا. خلينا الاول نطمن السيدات ان الادويه اللي هي بتستخدم في علاج الكورونا هي امان اثناء فتره الحمل وامان اثناء الرضاعه. هي في الغالب بتبقى ادويه بيبقى فيها ماده الباراسيتامول اللي هو بتخفض الحراره، وبرضه فيه مضاد حيوي وهو امان اثناء الحمل. فيبقى الادويه نفسها التي تستخدم في علاج الكورونا امنه اثناء الحمل وامنه اثناء الرضاعه. طب هل يا ترى هي المفروض تعمل ايه؟ المفروض ان هي تتابع مع الطبيب، بحيث ان هو هيقول لها برضه على بعض التحاليل، هيقول لها على الاعراض اللي هي هتتابعها، هيقول لها ايه هي علامات الخطر، يعني في الاخر هو المقياس هي الست بتتحسن ولا لا، الاعراض اللي عندها، التحاليل بتاعتها. فدايما النصيحه ان احنا نتابع مع حد مختص، نلتزم ان احنا ناخد الادويه، ونطمن السيدات ان احنا بنقول ان هي ان شاء الله بيمشي الدور سهل وبسيط، بس محتاجين ان احنا نكون ان الست تاخد بالها من الاكل، من الشرب، من الادويه بتاعتها، وهو ده اللي هيخلي الدور يكون بسيط وبدون اي مضاعفات. وبعد ما تخف ان شاء الله، لما بقى تكمل تكمله الحمل المتابعه عادي، ما بنشوفش اي اثار ولا اي حاجه، بس هي زي ما قلنا ان احنا لازم نكون ملتزمين بالاكل والشرب. دايما باكد على اهميه التغذيه، ان هي بتحافظ على الجهاز المناعي، يعني زي ما احنا قلنا هي دي حرب ما بين الفيروس والجهاز المناعي، فدايما كل ما الجهاز المناعي يكون شغال كويس، كل ما نخلي الحرب دي تبقى حرب ناجحه. يا دكتور هنشكر حضرتك، يعني حضرتك اكدت على نقطه مهمه، يمكن احنا للاسف عندنا ضعف شويه في ان احنا نصدق انه الاكل بالفعل مهم، وانه الاكل يمكن اهم كمان من الفيتامينات والادويه المكمله الغذائيه اللي احنا بناخدها. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، واستاذ مساعد النساء والتوليد بقصر العيني. ومره ثانيه بناكد على انه اللقاح امن على كل السيدات الحوامل، بس بعد ثلاث شهور، بعد اول ثلاث شهور، لان الفتره دي ما بيبقاش فيها ما بيبقاش مستحب تماما تناول اي ادويه. بالنسبه للسيدات اللي في مرحله الرضاعه هو امن، السيدات اللي بتخطط للحمل ايضا هو امن، لانه زي ما اتكلمنا مع حضراتكم حسب الابحاث والدراسات يعني بتقول انه فيروس كورونا في حاله السيدات الحوامل اللي ما خدوش اللقاح للاسف بيبقى ممكن يحصل بعض يعني التداعيات. فنتاكد مره ثانيه على اهميه انه نتناول يا جماعه اللقاح، ونسجل ناخد اللقاح بعد اذنكم، وربنا يسلم الحال ان شاء الله لينا جميعا.